السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي هم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي هم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زيد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على التحضير لمونديال، يعني وين منتخب عالمي سوف يواجه المنتخب الوطني الجزائري وهي كرواتيا، وين لعبت 2018 كوب دي موند فينال، وسيكون المنتخب الوطني الجزائري على موعد مع خوض مباراة عالمية استعداد لنهايات كأس العالم 2022 في حال تجاوز مرحلة التصفيات. يعني قبل لازم احنا رانا غادي نروحو كوب دي موند، حنا غادي نروحو كوب دي موند. ديجا وين تشوف انت يا شاف الدين عمارك ما صاي وخرك، بس قلع امين العام، قلع بهلول، غادي يقلع مساعد هذاك غزالي، هذاك غادي يقلعو، راه جايب واحد ما كاش لي على بالو مشكون. يعني من القدام غادي تشوفوا رئيس شرفي وهو السيد الحاج محمد راوراوا، بعد نتأهلوا لكأس العالم يوخر في مارس ولا في جوا ولا في اوت، يوخر يتنازل الشاف الدين عمارة على المنصب تاعو وين يطلع الحاج محمد راوراوا. كاين امور من بعد نحكوها لكم بالتفاصيل، كاين امور يعني عطيتكم هذو النقاط صغار، بصح من بعد نعطيكم نديروا لها نهار ونعطوكم التفاصيل تاعها. علاش نبدا نقول لكم يا ودي جات دات فيفا ما بغيناش نخربوا فيها، جات دات فيفا ما بغيناش نخربوا فيها، راهم يراطوا فيها، خاطش الحاج محمد راوراوا عرضوا عليه وزير ثلاث خطرات، عرضوا عليه بقوه باش يكون، وعرض عليه الشاب الدين عمارة رئيس شرفي وين ما بغاش، ودار الحاج محمد مشراره. هذو امور نعطيهم لكم كاين اللي ما يصدقهمش، انا ما تصدقش، ما عنديش اهميه معاك صدقني ما تصدقنيش، بصح انا الوقت هو اللي يعطيني الحق، حنا نقولوا كلمه الحق، بصح الوقت هو اللي يعطيني الحق. كاين امور اللي على شهر يبانو، كاين اللي على يومين يبانو، كاين اللي على ثلاثة شهور ربع شهور يبانو، كاين امور وين شاب الدين عمارة راهي راطي مين يجي الحاج، هذو ما يسيبهمش الحاج، ما بغاش يخدم مع الناس، كاين امور كاين ناس اعضاء الحاج ماشي باغي يخدم معاهم، ما بغاش يخدم معاهم، قال لك يا قال لك هذو الناس ما نخدمش معاهم، كي واحد كبير واحد كي ما تجيش، شجع بزرافة طوبة ما تجيش، قال لا فار ولا غريلو ولا ما تجيش، راطي غادي نراطوهم كاع نقلعوهم كاع بالواحد، يجيب جيب 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 يعني، ومن بعد تشوفوا المفاجأة الكبيرة إن شاء الله بربي بعد كأس، بعد ما نكاليفو في مارس، كي نكاليفو موراها هذه الهضرة غادي ما تسمعوهاش دروك، بصح كي نكاليفو إن شاء الله في مارس تشوفوا صوالح، عقلوا عليها مليح، عقلوا على كلامنا برشا، راني نقول لكم كي نقول لكم عقلوا على كلامي راني متأكد 100% تي بابوار غير بشوية، قالت انتم ما تكذبونا وتعاودوا تولوا، شاهدناكم كذبتونا في سؤال عاودتوا وليتوا وحدكم، لا كذبونا معليش تعاودوا تولوا. وين سيكون المنتخب الوطني الجزائري على موعد مع خوض مباراة عالمية استعداد لنهايات كأس العالم 2022 في حال تجاوز مرحلة التصفوية، وإن شاء الله بربي اللي غادي نروحوا لكوب دي، حنا كوب دي موند والله ما عائق قدامنا، تيبا صعيبة في الكوب دافريك باش تجيب كوب دافريك، وتيبا سهلة بالنسبة لينا حنايا، سهلة علينا في الكأس العالم، هاكتو كي سهلة بوركينا فاسو هنا، على بالك أنا اش عامل واحد راه يكومونتي معايا ولا يهدر معايا ولا نشوف نتغشش عليه من يقول لي بوركينا فاسو واعرة علينا، ما كاش واعرانا على الشيطان، انت راه عندك 31 مباراة، فزنا على كاع، فزنا على خمس قارات كما قال حكيم سبع، فزنا على خمس قارات، شاك باغي وراكم باغيين تروحوا؟ كاع فزنا عليهم، بقاو لنا جزر صغار ما زلنا ما لعبنا لهمش، هذا مكان، وين يحتل الخض صدارة المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم.
مع عن القارة الإفريقية، ويحتاج لفوز بمباراتيه المقبلتين أمام جيبوتي وبوركينا فاسو من أجل التأهل إلى المرحلة النهائية المؤهلة للمونديال. وقبل أيام قليلة من مباراة جيبوتي وبوركينا فاسو، التقى عبد الرزاق سبقاق وزير الشباب والرياضة مع السفير الكرواتي في الجزائر من أجل بحث سبل التعاون بين بلدين على مستوى الرياضي. وقال التقرير الصحيفة أن الطرفين تطرقا للحديث عن إمكانية إقامة مباراة ودية بين المنتخب الجزائري وكرواتيا للتأهل للمنتخبين لتأهيل المنتخبين للمشاركة في النسخة المقبلة من نهاية كأس العالم في حال التأهل. ولم تكن تلك المرة هي الأولى التي يتم فيها الحديث عن تلك المباراة، حيث دخل خير الدين زتشي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم السابق في مفاوضات مع نظيره في الاتحاد الكرواتي يعني قبل أكثر من عام، ولم يتمكن منتخبنا من اللعب مع بسبب قيود المفروضة بسبب فيروس كورونا وضيق فترة توقف الدولي خلال الفترة الماضية. ويذكر أن المنتخب الكرواتي هو وصيف النسخة الماضية من بطولة كأس العالم بعدما خسر أمام نظيره الفرنسي في مباراة نهائية بنتيجة 4-2. كما يقول لك هذه المباريات احنا غادي يجي وحدهم، هذه المباريات غادي يجي وحدهم، ديروا حسابكم. مثال نعطيكم حاجة، الألمان بيت لعب مع تونس، الألمان دومودية تجي تلعب معنا احنا، باش يكون على بالكم. خاطش نهار اللي لعبنا مع البرتغال، خرج هذاك الوقت كانوا يشيتوا الماجر، قال لك شوف ماجر مي تعرف على البرتغال يا ودي. لا البرتغال كانت باغية تلعب مع المغربة، جاو لعبوا معنا حنايا، لعبنا معاهم على مكانه، حضروه. ايران مي بغات تلعب مع مصر وقيلة ولا مع تونس، لعبوا معنا. السعودية بغات تلعب مع مصر، لعبت معنا. دير حسابك حنايا لو كان الألمان الأرجنتين تطيح مع المغرب، مع من غادي تجي تلعب؟ غادي تجي تلعب معنا حنا. 2014 لا بلجيك مع من لعبت مع ساميكان، لعبت مع المغرب، داروا 2-2 ينعقل عليها ولا 2-0 2-1 ولا المهم لعبوا مع المغرب يحضروا باش يلقاونا حنايا. لا بلجيك 2014 لعبوا مع المغرب، راك تشوف كيفاش حنا غادي ان شاء الله الارجنتين البرازيل الالمان طليان هادو يلعبوا معنا، يطيحوا يطيحوا، واحد طيح مع تونس ولا واحد طيح مع المغرب ولا طيح مثال. خاطر غادي تونس ما تتأهلش والمغرب ما يتأهلوش كأس العالم، ما غاديش تأهلوا، غادي تأهل الجزائر في العرب، تتأهل الجزائر مصر السعودية وقطر منظم الدورة، هذو ربعة برك جر القلم جر القلم، اش يكون على بالكم. كل واحد يشرب من السم تاعه، السم اللي رش على اخوه يشربه، هذه متالي كاع. هذا نقولوا بلي ودي حنايا هذو المباريات كرواتيا طيح تلعب نتايا نطيحوا بين يلعبوا مع مثال بين يلعبوا مع المكسيك ولا طحنا ما يلعبوا مع المكسيك ولا كولومبيا، ما انت تلعب مع المكسيك ولا كولومبيا تدوموندي تلعب معاهم، طحنا بين يلعبوا مع فرنسا مع من دوموندي تلعب، تلعب مع اسبانيا تقارب انجليز بزاف صوالح. علاه كوب دي موند مليحه؟ كاين بزاف الاعراس كي تتاهل، كاين الاعراس كاين لي بارتي اش كاين ولا على ديك باغي نتاهلوا ولاد عمي، قالوا نبردوا شويه، خلونا نبردوا. طرد ما تخلي والو بهلو الاخر، شاف الدين عماره ما تخليش اي ضرسه مسوسه ما تخليهاش، اصلح وضرب الفليتوكس، اصلح بالفليتوكس
كي تصلح روح عند المسرحات تاعك عند الراس تاع المسرح وضرب خسر قرعه في لي طوكس من لك حل ماشي داك تاع الريحه من لك حل اللي يقتل القرلو من لك حل ديك اللي قرعه تاعها كحله هذيك قاطع تاع بكري هذاك تاع هاك تاع البومبه هذاك جيبها وقلع اقلع اقلع ما تخلي تا واحد ما يشبك تا واحد خاطش هادو بغاو يديرو انقلاب بغاو يديرو انقلاب انقلاب تاعهم بشل متالي قاع اقلع برك ما تخلي تا واحد